بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنها ليلة مباركة إن شاء الله. هذه الليلة حيث نجتمع في بيت من بيوت الله بعد أداء صلاة العشاء وصلاة التراويح لنستمع إلى نماذج من ثمرات هذه المدرسة المباركة، تحفيظ القرآن الكريم في هذا الجامع. إنها نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يجب علينا شكرها والاحتفاظ بها وتنميتها، ألا وهي العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن العظيم. تعلما وتلاوة وتدبرا وعملا به، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، أشرف الكلام وأصدق الكلام وأحسن الحديث كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد الأمين الصادق الأمين، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن هو نعمة الله بين أيدينا منذ أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكامل نزوله قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيبقى بإذن الله محفوظا من التحريف والتبديل والتغيير إلى ما شاء الله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لهذا القرآن أن يهيئ له من يعتني به من حيث طباعته في المصاحف بعناية ودقة، ونشره في العالم الإسلامي ليصل إلى كل مسلم في أقطار الأرض، لتبلغه دعوة الله وتقوم عليه الحجة، كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو حجة الله على خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن أسباب حفظه العناية به من حيث الطباعة، جودة الطباعة والإخراج، كما هو معلوم فإن المسلمين ما زالوا يعتنون به
من حيث الكتابة والتصحيح في المصاحف، فترة مضت يكتبونه بأيديهم، ثم جاء الله بالمطابع فتيسر إخراجه أكثر وأكثر، وهذا من عناية الله به. وإن هذه البلاد ولله الحمد قد من الله عليها بمجمع الملك فهد رحمه الله طباعة المصحف الشريف، ثم تدريسه في مساجد المسلمين وفي مدارس المسلمين وفي بيوت المسلمين، ومن ذلك هذه النماذج في هذا المسجد المبارك، ومثله كثير ولله الحمد في بقية المساجد والمدارس، نعمة من الله جل وعلا. وتحريا لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذين يعتنون بتعلم القرآن وتعليمه شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وكذلك تلاوة القرآن بعد تعلمه والإكثار من تلاوته وتعاهده، قد حث صلى الله عليه وسلم على تعاهد القرآن، فقال: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فلا تظن أنك حفظته وأتقنته ثم تطمئن إلى أنه يبقى بدون أن تتعاهده بالتلاوة والترديد حتى يبقى في حفظك وذاكرتك، وحتى تنال أجر التلاوة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتنال هاتين الفائدتين العظيمتين: الاحتفاظ بكتاب الله في صدرك، ونيل الأجر والثواب بتلاوته وترديده ليحيا به قلبك، تستنير به بصيرتك، ويكون أنيسك ورفيقك في خلواتك وجلواتك، فهو دائما معك، كما وصف رسول الله أو كما جاء وصف هذه الأمة في الكتب السابقة بأن أناجيلها في صدورها، أناجيلها في صدورها، يعني القرآن، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم لنعلم أيضا أن طباعة القرآن وأن تعليم القرآن وأن تلاوة القرآن ليست هذه الأمور هي الغاية، وإنما هذه وسائل، والغاية العمل بالقرآن باتباع أوامره واجتناب نواهيه.
فقد كان قراء القرآن في السلف الصالح يعرفون بين الناس، حملة القرآن من السلف الصالح يعرفون بين الناس بسماتهم العظيمة، فلا يتسهون مع السفهاء ولا يضيعون أوقاتهم مع الغافلين ولا يلهون مع اللاهين، لا يستمعون إلى اللغو وقول الزور والأغاني والمزامير والأغنيات، وإنما دائما يستمعون إلى كتاب الله ويقرؤونه، لا يبغون به بديلا، لأنه حبل الله المتين بأيديهم، إذا تمسكوا به نجوا، وإذا أطلقوا هذا الحبل ضاعوا وهلكوا. فالغاية والمطلوب من تعلم القرآن وتعليمه والعناية به إنما هي العمل، العمل به بفعل أوامره وتجنب نواهيه والقيام به ليلا ونهارا. فالله أعطاك القرآن لا من أجل أن تخزنه في صدرك فقط، وإنما أعطاك القرآن لتعمل به، تقوم به من الليل وتتلوه آناء النهار، وتكون مرتبطا به دائما وأبدا. وجزى الله خيرا القائمين على هذه المدرسة المباركة على جهودهم، ونرجو الله أن يعينهم ليستمروا على هذا العمل وهذا العطاء الطيب. إننا أيها الإخوة كما تعلمون في زمان الفتن، الفتن التي والله أعلم لم يسبق لها مثيل، فتن لم يسبق لها مثيل فيما نعلم وما حدث به التاريخ. هل حدث التاريخ أن الرجل يتكلم في المشرق ويسمعه من في المغرب؟ هل حدث التاريخ أن ما يفعل من الشر أو من الخير في أقصى بقاع الأرض ينتقل بسرعة إلى أقصاه بهذه الوسائل والمخترعات؟ نخشى أن تكون هذه الوسائل وسائل تدمير إن لم تستغل في الخير ونشر الدعوة إلى الله وعماد الداعية إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، عماد المعلم، عماد القاضي والمفتي، عماد كل مسلم، إنما هو كتاب الله عز وجل الذي تفسره وتوضحه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو القرآن بين أيدينا ولله الحمد، وسنسأل عنه يوم القيامة. قال الله جل وعلا عن هذا القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه أي القرآن لذكر لك أيها الرسول ولقومك، أي شرف لك، شرف لك ولأمتك، حيث خصكم الله به بلغتكم. النبي صلى الله عليه وسلم منكم، واللسان بلغتكم والقرآن بلغتكم، سوف تسألون عن هذه النعمة. هذا
هل عملتم بها؟ هل بلغتم هذا القرآن الذي نزل بلغتكم وحملتم إياه؟ هل بلغتوه لأهل بلغتموه لأهل الأرض حتى تقيموا عليهم الحجة؟ هذه مسؤولية أمام الله وسوف تسألون. أعود فأقول نشكر الله سبحانه وتعالى أولا على ما من به من هذا القرآن العظيم وما من به من العناية به، ثم نشكر للقائمين على هذه المدارس التحفيظية، نشكر لهم جهودهم ونسأل الله أن يعينهم وأن يمدهم بتوفيقه ليستمر نفعهم وعطاؤهم وليبشروا بإذن الله أن جهودهم لن تضيع عند الله جل وعلا، فإن الله سبحانه لا يضيع أجر المحسنين. ومن أعظم الإحسان العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا مخرج من الفتن التي أشرنا إليها قريبا، لا مخرج منها إلا بكتاب الله، كما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتن، قال وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. لا مخرج من الفتن إلا كتاب الله جل وعلا. فإذا لم نرجع إلى كتاب الله فإن الفتن ستعصف بنا ويختلط الحق بالباطل والهدى بالضلال، لأن هذا القرآن هو الهدى وما عداه فهو ضلال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هدى ورحمة، هدى للمتقين، روح، نور، حياة، كتاب مبين، كتاب كريم له أوصاف عظيمة تدل على جلالته. أكبر النعم هو هذا القرآن بعد نعمة الإسلام، بعد نعمة الإسلام القرآن. قال الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله هو القرآن ورحمته الإسلام، فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. فالمسلم الذي رزقه الله حفظ هذا القرآن وتلاوته والعمل به واتباعه، هذا هو الرابح، وليس الرابح الذي جمع الدنيا بحذافيرها مع إعراضه عن هذا القرآن. فإنه سيأتي عليه يوم يحشره الله أعمى فيقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فسيأتي هذا اليوم ولا ينجو منه إلا من اعتصم بهذا القرآن الكريم، وها هو بين أيدينا ولله الحمد، وقد يسره الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعود ونحث ونشجع وندعو للقائمين على هذه الحلقات، ونسأل الله لهم الإعانة والتوفيق
وأن يجعل هذا القرآن ربيع صدورنا، نور قلوبنا، وربيع قلوبنا أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعله إمامنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأستغفر الله وأتوب إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.